صباح الخير حمد. صباح النور. شلونك؟ شو اخبارك؟ عساك طيب؟ الحمد لله. تاخرت عليك؟ لا اوكي، كنت قاعد اشرب كوفي ترى. ادري شفتك. شلون كوفي كان؟ والله كان لذيذ. ما يبكي قعد وياي. ما يبكي وياي. قلت بنطلع على الهواء في البريك ان شاء الله. لا لا ما بنساك ان شاء الله يوم الاحد. يوم الاحد. اكيد اصبح على كل متابعين مشاهدين برنامج صيف البحرين، اصبح عليكم بجمل الترحيب مشاهدينا في حلقه نهايه الاسبوع وحلقه يوم الخميس. دائما حلقه خفيفه. خفيفه وفيها فقره نحبها. اي بعدين اخر شيء عجيب. ضيف بعد يمكن مو وايد ناس تشوفوه لكن يستاهل يكون معانا اليوم. إن شاء الله. صباح الخميس مع صيف البحرين دائما يكون مميز وخفيف، واكيد فريق الاعداد جهز لنا محطات متنوعه لحلقه اليوم. شنو مخططاتكم ليوم الخميس؟ هذه احنا مخططاتنا قاعدين في الاستوديو، راح نعطيكم شيء زين، فقرات ان شاء الله حلوه. نبتدي فقراتنا. نبتدي ايش عندنا اول فقره؟ النخله. الله الله كو. يا سلام، احنا حوالينا عندنا وايد. وعبد النبي دائما يعطينا اشياء جديده، دائما متميز. هي طبعا النخله رمز حضاراتنا وثقافتنا وتمثل ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، والكثير من اهلنا عندهم ارتباط فيها. معدنا عبد النبي الجرتابي عاد لنا تقرير حول الحاج حمزه الابراهيم وعلاقته بالنخله لحوالي 50 سنه. تخيلي ما شاء الله 50 سنه. 50 سنه وهو علاقته مع النخله. خلينا نتابع. يلا. مزارعنا منها رزقنا وفيها ربينا، وعلمونا آبائنا واجدادنا شلون نحافظ عليها ونصونها. ومن هذه المزارع طبعا شفنا النخلة، وهذه النخلة لها معاملة خاصة لأنها تمثل الأصالة والشموخ في مملكة البحرين. من فتحت عيننا على ذي الأرض الطيبة وإحنا نشوف الخضرة ونشم عليل المزارع، ومنها تعرفنا على أنواع وألوان أشجارنا وكل ما ينبت فوق ترابنا. أنواع وأشكال من نباتات الله أنعم بيها علينا، لكن تبقى النخلة مصدر عزنا وفخرنا لأنها تمثلنا في القوة والعطاء والصبر، والأهم إنها صارت من تراثنا وحضارتنا. الحاج حمزة آل إبراهيم الله أنعم عليه بحب التربة البحرينية من صغره، واستوطن المزارع والبساتين وتعلم خبايا وأسرار النخلة، وصار مثال بارز على استمرار الأصالة بعرق جبينه وملامح جسمه. كنت في السبعينيات أنا شغلتي مي هذه، شغلتي أروي بالماء. بعدين ذاك اليوم الكهرباء عاطلة، وهست واحد سيد يشتغل في النخيل اسمه سيد شبر، وقال لي يلا الحين أكل ماي عاطل، تعالوا يانا الحين. والله أعطاني الشر وشقحت وياه. هو ما شقحت شوي يعني متخوف، لا تالي صار عندي عادي. هذا في سنة تقريبا 76 كدي، من ابتديت في نخلة تالي قعدت ابتدي كامل في الكبيرة والصغيرة. أول ما هذا أشقح وأنزل عليه العدوك فوق، العدك أنزله وهو يربطه، تالي قعدت بروحي يعني أركى فوق وأنزل العدوك وأربطهم. وبعدين ابتديت في شيل الرطب، وابتديت في تالي في شيل التمر، وهذا يعني شغل الزراعي كدي. الحاج حمزة لحكاية تأسر الناظر والمستمع إلها، لأنها توصف مشاعر وأحاسيس ارتباط المواطن الأصيل بتراب ديرتنا الطاهر وما ينبت عليها. النخلة أول ما تنزرع يعني تنبع عناية، أول تنبع عناية ملاحظة عن الماء يجيها واجد وتغرق. بعدين إلى كبرت شوي تعدل لها، سوي لها حوض وتعدل الحوض حتى يجيها ماء زيادة. وبعدين تكبر
إلى كبرى، التالي تقدر تعدلها تنظفها. أول ما تبتدي في التنظيف تشيل الشوك مالها اللي هو احنا نسميه السلة، تنظفها تخليها بارزة، وتظلها تقريبا يجي شهر واحد كده شهر ونص يصير الخلال. إذا صار الخلال تجي إليها وتنزل العدوك مالها وتربطهم، وتقريبا بعد يعني خلف الهادي تقريبا شهر واحد بعد تبتدي الصفرة أول شوي كده، إلى هي صفرة صفر، وإلى هي حمرة تصير حمرة، وإلى نضجت تالي يبتدي فيها الارطب. إلى ابتدى الارطب نقعد نشيل فيه إلى أن ينتهي الموسم. وفي قسم لا، هاي تخليه ماشي من الارطب، هاي تخليه بس حق التمر. النخلاوي الحاج حمزة تمر الساعات معاه بدون ما تحس فيها، لأنك راح تقعد مع تاريخ وتراث بحريني، تقدر تسمعه مثل صفاء صوت النهام في البحر، وتشوفه مثل قلعة وقفت بشموخ ضد كل عوامل التحديث في العصر الحالي. نشكر معدنا عبد النبي الجردابي على هذا التقرير المميز والجميل اللي دائما يبهرنا بتقاريره. احلى التقارير اللي شفتها، صحيح. قصه حياته وشلون هو يعني علاقته بالنخله شيء وايد حلو صراحه. اكيد نشكر عبد النبي الجردابي. يعني مشاهدينا، في الازمات تظهر معادن الاشخاص، ومثال على ذلك استاذه تبرعت بوقتها وجهدها لابناء البحرين، وهي اول من قدم الدروس لطلاب المدارس على الانستغرام. يسعدنا اليوم استضافه المدرسه والمدربه في مجال التمكين الشخصي والتعليم حنان مرهون. صبحك الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيك استاذه. صباح النور، اهلا وسهلا. هلا فيك. يعني استاذه احنا فخورين فيك، فخورين باللي قدمتيه لابناء الوطن، لكن في البدايه خلينا نتكلم عن مبادره انت اطلقتي عليها اسم عشان عيال البحرين، كلمينا عن هذه المبادره اكثر. طبعا انا اعتبر مبادرتي كان فيها دافعين عشان ان انا انطلقت فيها. طبعا الدافع الاول كان حب الوطن. طبعا انا اعتبر حب الوطن هو دافع قوي للانسان يقدم لو البسيط في وطن اعطى الكثير. أكيد. يعني انا يعني اعتبر هذه مبادرتي جزء بسيط جدا. الدافع الثاني كان ما يخفى علينا الفتره اللي مرينا فيها كانت فترة ضبابية، كان في خوف من قبل اللي هو الطلاب أولياء الأمور. صحيح. شلون راح ندرس؟ شلون راح نكتفي فقط بالبوابة التعليمية؟ مع أن وزارة التربية والتعليم ما قصرت، يعني في فترة وجيزة يعني خلت دروس الإثرائية ومنظومة يعني كبيرة جدا. لكن بعد ما نغفل دور المعلم، لأن دور المعلم أساسي ومهم ولازم يكون بالقرب من الطالب. فعلى طول أنا يعني استشعرت هذا الشيء وقلت لازم أقدم شيء مبادرة. على طول فكرت أني أنزل بوست في إنستغرامي كوني مدربة والكل يعرفني، فقلت يعني بقدم شيء إضافي أني أنا أدرس عن طريق تطبيق الإنستغرام، وتفاعلوا معي كثير من يعني السوشيال ميديا ونشروا لي، وخلال يوم واحد تقريبا 1500 متابع من الطلبه واولياء الامور اللي هو انضافوا لي. والخطوه الثانيه اللي بديت فيها ان انا قمت عديت ماده تعليميه مناسبه الى اللي هو التعلم عن بعد. طبعا تعرفون لازم يبي لها اضافات تكنيك معين، تكنيك معين اجذب الطلبه فيهم. كنت اسهر لساعه 2 احضر الماده التعليميه، يوم ثاني أنزل على اللايف وكانوا تقريباً 2000 طالب يتابعوني في يعني يومياً الظهر عندهم وقت محدد. وطبعاً بعدين قمت شنو أسوي، بعض الأحيان الطلبة ما يحضرون لي، فأقوم أسجل طبعاً على اللايف مالي، أنزل على قناتي في اليوتيوب عشان يتابعون اللي فاتهم. وبعدين أخذ لينك وأطرش اللي هو على البوابة التعليمية،
عشان اللي فات هني ما يفوت هني من كل مكان، وما انسى عنصر التشويق اللي كنت حاطته. كنت حاطه مسابقه الخرائط الذهنيه، حطيت لهم مبالغ نقديه عشان يتشجعون الطلبه ويتفاعلوا ويلخصون كل اللي تعلموه، عشان انا يكون عندي دليل شنو اثر التعلم اللي راح يتعلمونه. استاذه، يمكن شنو نوع الدراسه اللي انت قدمتيها؟ ممكن ان هل قدمتي نوع دراسة أخرى يعني مغايرة عن الفيس تو فيس خلال الأونلاين؟ وشنو شفتي تفاعل الطلبة خلال هذه الفترة، بما أنهم هاي شيء جديد عليهم، شيء ما تعودوا عليه؟ صراحة حسيت اهتمام كبير، يعني اهتمام ما توقعته، يعني اهتمام من قبل أولياء الأمور واهتمام من قبل الطلبة. يعني لنتيجة أن يوم ثاني كل أولياء الأمور كانوا لي في الليل يطرشون لي صور عيالهم انهم مهتمين، اللي قاعد على السرير واللي عنده الايباد. فيعني هذا الشعور كان جدا جميل، ان حسيت بوعي اولياء الامور باهميه اللي انا قدمته. حلو، وهاي شيء اكيد يسعدك ويشعرك اكيد بطاقه ايجابيه انك تقدمين اكثر من هالمجال. استاذه، خليني اتكلم، لو قلت شلون لمستي فائده التعليم عن بعد بالنسبه لك كاستاذه وبالنسبه حق الطلبه اللي كنتي تشرحين لهم دروس؟ احنا نعرف التعليم عن بعد جديد في البحرين، يمكن خلال هذه الاوضاع فاضطرينا احنا نلجأ حق هذه الطريقه، لكن انت شلون لمستي فائده التعليم عن بعد؟ انا اقول صراحه يعني مجابهه للازمات. يعني اللي هو الذكاء الالكتروني يعتبر قوة جدا استخدمناها ضد اللهو المرض الانتشار. إضافة إلى أن التعلم عن بعد يقدم مادة علمية في وقت أقل وجهد أقل وفائدة كبيرة ومتعة. إضافة إلى أن أكسب الطلبة مهارات كثيرة، يعني أنا من اللي لمسته التواصل زاد بيني وبين الطلبة، يعني كان أكثر. الشيء الثاني التعلم الذاتي، وهي مهارة إحنا نحتاجها. انهم كانوا يعني مثلا كنت دائما اطرح اشياء واسئله، هم يروحون يبحثون وبعدين يوم ثاني يجيبون لي الاجابه. هذا بحد ذاته ينمي شخصيه الطلبه. واضافه الى ان احنا يعني من الدروس اللي انا سويتها ونزلتها على القناه شكل اللي هو منظومه ثريه بالمواد، يعني بالماده التعليميه اللي راح تفيد الاجيال. واخر فائده ما ننساها ان هذا الشيء اللي صار الحين الكم المعرفي ممكن يفيدنا في ايام التدريس في غياب الطلبه، يعني اكو في كم معرفي موجود، ففائده صراحه جدا كبيره. استاذه، شنو حصلتي من دعم معنوي بعد ما نزلتي انت هاي الدروس؟ وطبعا اكيد مبادره حلوه من عندك حق الطلبه، يمكن بعض الطلبه محتاجين هذا الشيء في هذه الفتره نفس ما قلتي، وانت حسابك متوفر عشان يحصلون كل المعلومات. شنو الدعم اللي حسيتيه ولمستيه من الناس وحتى يمكن من بعض الجهات؟ صراحة أنا مريت بأربع محطات دعم كبير من كل مكان. حسيت أن البحرين بخير صراحة. الكل يعني أولاً من نشر إعلاني هذا الشيء. شيء ثاني ما أنسى زوجي وعائلتي وقفوا معي وقفة كبيرة، يعني أنا كنت انقطعت عنهم فترة، يعني بتحضير الدروس بمتابعة أولياء الأمور والطلبة البحرين كلها، يعني كانوا متفهميني وكانوا يعني يساعدوني ويساندوني. هذا اللي زاد عطائي. الشيء الثاني ما أنسى اللي هو مديرتي أستاذة وداد الدوسري، نوجه لها تحية كبيرة لأنها دائماً مشجعة للإبداع وسندتني أيضاً. الشيء الثاني ما أنسى الإعلامية القديرة، من هذا المنبر أوجه لها تحية، سوسن الشاعر صراحة. يوم ثاني مباشرة من المبادرة أول وحدة كتبت، يعني كتبت كلام جداً جميل، يعني حسستني أن العمل اللي أنا قدمته مبادرة وطنية إبداعية وشكرتني فيها، وأنا يعني فخورة جدا. المحطة الرابعة وهي وكيلتي، وكيلة التعليم لطيفة البنوضة، اللي بعد ما شافت هالمبادرة على طول رشحتني لأن أكون أقدم لهو دروس متلفزة بتلفزيون البحرين. وهذا زاد من حصيدة إنجازاتي الوطنية
وأوجه لها تحية كبيرة صراحة. أكيد إحنا نفتخر فيك أستاذة باللي قدمتي. أنت قدمتي مبادرة جميلة يمكن تخدم أبناء المجتمع، فأكيد كل الجهات راح يصندونك ويقفون معاش ويشكرونك على هالجانب. لكن ودي أسألك أستاذة أكثر، يعني ما شاء الله اللي قلتي كثير من الطلبة وأولياء الأمور يتابعونك، إحنا نعرف أن كل طالب يكون في مرحلة مختلفة. نعم. هل هناك تحضير الدروس حق مراحل مختلفة، أعمار مختلفة، منهج أيضا مختلف عن الطالب الآخر، زاد الصعوبة عليك وكان بالنسبة لك شوية تحدي؟ هو صراحة كان تحدي، لأن مثل ما نعرف أن الطلبة فروق فردية، صح، في اللي يفهم في اللي ما يفهم، فأنا حاولت أنوع المادة العلمية ككوني خبيرة في هالجانب. في الفروق الفردية في ناس يتعلمون بالفيديوهات، فكنت أحط الفيديو، كنت أحط الرسومات، كنت أنا أصمم. يعني مثلا الكفايات اللي موجودة عندي في ثالث إعدادي تعتمد على الرسم درجة كبيرة، فكنت أنا أصمم الروابط الكيميائية بنفسي. فكان صراحة كان يعني حتى انطباعات أولياء الأمور إن إحنا فهمنا المادة بطريقة جدا سهلة جذابة بسيطة، ما كان عندهم مشكلة. أستاذ، يمكن السؤال اللي بأطرحه لك هو موضوع أن أنت أكيد لمستي الفائدة من الطلبة وش قد استفادوا، يمكن بعض الأسئلة اللي يمكن يسألونك بعد الدروس بتفهمك وش قد هم استفادوا من الدروس. صح. يمكن أول نقطة بأسألها وش قد استفادوا حقيقة من الدروس، والشيء الثاني وين رايح التعليم عن بعد تشوفينه يعني مستقبلا، وين تشوفينه مستقبلا في البحرين خصوصا؟ في البداية التمست طبعا مثل ما قلت لك أن أنا سويت اللي هو جوائز ومسابقات، كنت أشوف أثر التعلم لأن كانوا يرسلون لي. صح. يعني الخرائط الذهنية شيء شوي كرياتيف، أنهم يلمون كل المادة ويرسمونها بالألوان وشنو تعلموا. صراحة شفت وايد إنجاز، يعني شفت أثر جدا كبير. ايضا حتى من ناحيه لما بعدين انضميت الى اللي هو الصفوف المركزيه تبع وزاره التربيه والتعليم، المشروع اللي طبقته ايضا كنت ادرس فيه، كنا نسوي اختبارات رقميه سريعه بعد ما اشرح نطرش الامتحان دايركت وحلونه، كان درجاتهم جدا يعني مرتفعه عاليه. انا اقول صراحه التعلم عن بعد في البحرين قاعد ياخذ منحى جديد، احنا مقبلين على يعني نقول ثورة إلكترونية كبيرة. انزين بتنجح ان شاء الله بتكاتفنا جميعا ان شاء الله. اكيد واحنا لمسنا يمكن هذا الشيء استاذ خلال هذه الفترة، واكيد تشكرون على الجهود اللي قاعد تقدمونها كونكم مدرسات وافاضل، يعني في نهاية قاعد تقدمون خدمة لابناء هذا الوطن. فاكيد المدرسة والمدربة في مجال التمكين الشخصي والتعليم حنان مرهون، كل الشكر لك على حضورك وشرفتينا. الله يسلمك حبيبي. فاصل قصير مشاهدينا وراجعين مع باقي محطات صيف البحرين لصباح الخميس، خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. التقنيات التجميلية الحديثة أوجدت لنا حلول لمعظم المشاكل اللي نعاني منها، وموضوعنا اليوم بيكون حول تقنية توريد اللثة بالليزر مع الدكتورة أسماء عبد الحميد، مدرس بقسم العلاج التحفظي بجامعة الإسكندرية وأخصائي الجذور والتيجان. صبحك الله بالخير يا هلا ويا مرحبا فيك دكتورة. صباح الخير دكتورة، ويلكم باك في موضوع جديد. خلنا يعني اليوم موضوعنا توريد اللثة بالليزر، يمكن في ناس هالمعلومة أو الجملة أو المصطلح يعني مصطلح جديد بالنسبة لهم، ممكن تعرفينا عنه بالبداية؟ توريد اللثة هو إن إحنا بنعمل إزالة للطبقة الخارجية من اللثة باستخدام الليزر، لأن بيبقى فيها لون زيادة. مفروض اللثة اللون الطبيعي لون الوردي. صح. في ناس بيبقى عندهم شوية تصبغات في اللثة، بيبقى لونها شوية على براون أو أغمق وردي غامق، فبيبقى منزعجين من اللون، بيبقى شكلها مش حلو خصوصاً لو بيضحك ويبين اللثة، فبس بنشيل الطبقة الخارجية دي بالليزر. دكتورة، نبي نتعرف أكثر على شنو الأسباب اللي تخلي اللثة يكون فيها تصبغات؟ هو تصبغات اللثة مسؤولية حاجة اسمها ميلانين بيجمنت أو الخلايا الميلانين، خلايا الميلانين. لو زاد عدد خلايا الميلانين أو زادت الأكتيفيتي بتاعتها، بقت نشطة أكتر وبقت بتدخل بعمق في اللثة، بتدي اللون الغامق.
طب ايه اللي بيخليها تعمل تزيد النشاط بتاعها؟ في اسباب طبيعيه وفي اسباب مرضيه. الاسباب الطبيعيه هو اللون الغامق، يعني في ناس بشرتهم الكومبلكس بتاعهم اسمر، وفي اسمر قوي زي الافريكانز مثلا، بيبقى لون بشرتهم هو طبيعي بتاع جسمه، السكين واللثه طبيعي انه عنده زياده في خلايا الميلانين، هو ربنا خلقه كده. فتلاقي بشرته غامقه سمراء سودة شويه، وكمان الجامز سود او بني غامق جدا، واحيانا بيبقوا على بلو كمان، يعني اللي هو البني اللي على بلو كده. وفي ناس اللي هي البيضة الفاتحه بيبقى لونها وردي عادي جميل. المشكله بقى لو ما فيش، يعني لو هو واحد مثلا الخلايا بتاعته الاكتيفيتي بتاعتها عادي جدا، وفجاه لقينا ظهور الاسمرار او اللي هو اللون البني ده، هنا بتبدا تظهر المشكله. المشكله ايه دكتوره؟ المده يمكن حق تقنيه توريد اللثه كم تستغرق لما تسوينها، وكم تتم؟ هل تتم لمده طويله ولا ممكن انها لازم ترد تسويها مره ثانيه؟ هو عاده بتاخد فوق وتحت، بناخد مثلا ثلث ساعه، حدود ثلث ساعه بالليزر، ثلث ساعه. عادة المريض مش بيرجع مرة تانية، علشان يعني هي بتقعد مرة واحدة وخلاص، وبتدي معاه نتيجة ممكن تقعد لمدة سنة مثلا، وممكن تقعد سنتين حسب بقى هو بيعمل ايه. في مرضى مثلا بيدخنوا، التدخين يعني بيزود كمية الميلانين جدا، وممكن احيانا تقلب بالصورة بعد شر مرضي. فاحنا يعني المريض اللي بيدخن ده بيرجع بسرعة. أحياناً المريض بعد ما يخلص الجلسة بتاعته بيجي بعديها بأسبوع نشيك هل في نقط متبقية لسه، خصوصاً لو هم من نوع البشرة الغامقة بيبقى عندهم الاكتيفيشن بتاع الميلانين عالي، وبعدين حتى لو الميلانين موجود في خلايا عميقة يتحرك لبرة، يعني بعد ما نشيل الطبقة الخارجية الميلانين بيتحرك لبرة، فنيجي بعد 10 أيام نلاقي شوية نقط زيادة ما كانتش موجودة في أول جلسة، بس بنعملها كمان مره وخلاص. طبعا ده مش بقى كل الناس. يعني دكتوره بخليني اسالك هالسؤال، الحالات اللي يجب عليهن تسوي توريد اللثه بهذه التقنيه، تقنيه الليزر، هل هي كل الحالات ولا في حالات ما تستدعي ان هي تحتاج هذه التقنيه؟ والله اي حد، يعني اغلب الناس اللي متضايقه من اللون البني تقدر تسوي، حتى لو كان شويه يعني اللون غامق. ايه في حد ممكن مثلا عامل فينير وفي بقى نقط بني كده، لا بنشيلها له طبعا بالله. بس في ناس ما نقدرش نسوي فيها، زي الناس اللي عندها مثلا التهابات لثه مزمنه، مرضى السكر اللي مش عاملين كنترول، ده ما اقدرش ان انا اسويه. ليش دكتوره؟ يمكن ان يعني الليزر ياثر عليهم؟ لا مو الليزر، هو المريض السكر اللي مش بيعمل كنترول ده بيبقى عنده التئام الجرح مش كويس، صح؟ فانا ما اضمنش هو، يعني هم بيبقى سكرهم عالي واي جرح عنده ما بيلتئم، فممكن يعني الجرح ما يلتئم بسرعه وممكن يتلوث. هو طبيعي جسمه، يعني طبيعة جسمه أي جرح عنده ما بيلتئم. يعني دكتورة في أعراض جانبية حق تقنيات الليزر؟ نهائي. الليزر بيبقى من غير ألم، من غير دم كتير، والفيلد بيبقى استيرايل ما فيهوش بكتيريا. إحنا طبعا عارفين إن الفم مليان بكتيريا، البكتيريا الطبيعية اللي هي الأورال فلورا العادية، فاستخدام الليزر في إزالة الطبقة دي بيخلي الجرح اللي بيتكون طبعا حاجة بسيطة جدا نظيف، وحتى أحيانا المريض ما بيحتاجش بنج، يعني ممكن بس ممكن بس كده جل مثلا، يعني مفيش ابر ولا حاجه، لا بتبقى رغم انه هو جرح مثل ما قلتي يمكن يكون جرح ما بيحس بالليزر، يعني بدون الم، نعم بدون الم، بدون بليدنج، مفيش دم حتى، يعني نقطه حاجه كده، يعني ما حدش بيشتكي من تقنيه الليزر. لا 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 بتنفع اغلب الناس، ما فيهاش مشاكل خالص. يمكن شنو النصايح اللي تقدمينها حق الناس اللي راح تقدم تسوي هذا الشيء؟ يعني قبل تروح للدكتور شنو النصايح اللي تقدمينها؟ هل ممكن في علاجات ثانيه غير هذه توريد اللثه بالليزر؟ ممكن اذا واحد حالته خفيفه او بدا اللون شويه يتغير ممكن ياخذ شغله ثانيه؟ هل ممكن ولا لا؟ لا، التصبغات حلها في حال كذا حل، في حال التثليج الكرايو سيرجري، في حال الجراحه بالمشرط وفي حال التاني اللي هو الليزر. الحل التثليج ده حل قديم وله مشاكل كتير، بيعمل ألسرز اللي هي القرح، فما حدش بيستخدمه خلاص دلوقتي، كان زمان. حال الجراحة كان بيستخدم من 10 سنين بس طبعا بيعمل دم كتير والمريض لازم ياخد بنج. تطور الطب الحين الليزر ما فيش اي مشكلة، حتى ما فيش بريكوشنز يعني قبل الشغل، ممكن بس يقلل السموكينج، يعني لو هو بيدخن
يستحسن انه يوقف التدخين الفتره دي عشان بس يعني التئام الجرح. يا دكتوره بالنسبه حق الاشخاص اللي سووا يمكن توريد اللثة بتقنيه الليزر عقب سنتين يبون يرجعون يسوون توريد اللثة مره ثانيه، هل ممكن يشكل لهم خطر ولا عادي يقدر يسوي اكثر من مره ومرتين؟ شوفي بعد اسبوع او 10 ايام بتتكون طبقه جديده جميله نظيفه ورديه، بيحصل حاجه اسمها هيلينج التئام عند الناس العاديين طبيعيين، بيحصل لهم التئام عادي طبقه جميله، ما فيش اي مشكله انه يجي يسوي بعد 6 شهور لو طلعت له تاني. يعني واحد بيدخن هيجي بعد 6 شهور يعملها، فاهمني حضرتك؟ واحد مثلا عنده مشكله بياخد ادويه معينه، بياخد حاجات زي كده بتعمل تزود تصبغات اللثه وبتزود الاكتيفيتي بتاعه الميلانين، يقدر يسوي عاديه جدا. هو بعد اسبوع بتتكون طبقه وما راح ياثر عليه ولا لا ممكن لا. يعني تخلي اللثه تكون ضعيفه ممكن يسبب خطر على الاسنان، ما له علاقه. لا 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 لا, لا. بعد سنه او سنتين ممكن يرجع يسوي تاني. حلو. يمكن دكتوره فارق العمر بعد، هل يفرق ممكن انه واحد يكون كبير في السن و ما بقول عنده امراض ولكن يعني كبير في السن مناعته شوي اقل مثلا؟ لا. هل بيفرق هذا الشيء ولا لو مناعته اقل؟ ما بنسوي، لازم يكون فت يعني راجل صحي عادي طبيعي، لان في النهايه هو جرح. ايه جرح، احنا بنعمل كل اللي علينا وبندي للمريض شويه حاجات يعملها بعد السيشن بعد ما يخلص، لكن ما يبقاش واحد مثلا بياخد ادويه مثلا بتقلل المناعه او عنده امراض مزمنه خطيره ويسوي. لا لا ما بنسوي. شلون شفتي الاقبال هالفتره على هذه التقنية؟ كبير والله كتير 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 خصوصا ايه بحريني خصوصا لو عاملين فينيرز ايه، وخصوصا لو البشره شويه غامقه حنطيه شويه فبيبقى بيتضايق من لون اللثه فبنسويها له بيطلع وايد بايزين حلو جدا وطبيعيه امنه ما فيهاش اي حاجه. حلو دكتوره خليني اسالك، احنا هذه التقنيه تقنيه الليزر لتوريد اللثه نفس التقنيه تستعملونها حق قص اللثه ولا ما له علاقه كل جهاز يكون مختلف؟ لا الجهاز شوفي الجهاز الليزر بيبقى له كذا طول يعني كذا الموجات لها اطوال الويف لينث مختلفه. في اللي بنستخدمه لازاله الطبقه الخارجيه دي نوع غير حاجه اسمها مثلا البايوليز او الدايود ليزر. اللي احنا بنستخدمه للقص شويه بيبقى اقوى، اللي بنستخدمه لاساله العظم شويه اقوى، بس هو ممكن نفس الجهاز وبنغير الويف لينث اللي هي طول الموجه بس. لا هي نفس التقنيه بنفس نفس العمليه ونفس الخطوات. ايه بس هنا احنا بنشيل بنمسح ونشيل كده، التاني بنقص. زين دكتوره اذا انا جيت ابي اسوي قص اللثه مع توريد اللثه هل في نفس السيشن؟ لا لازم يكون في فرق ما بين ايه عشان التئام الجرح. حلو. ايه ده اوكي لوحده، ده اوكي لوحده ما بنعملش، لانه احيانا اللثه بتشد شويه بعد ما نشيل الطبقه دي شويه بيحصل لها شد حبتين، فمش لازم اسوي حاجه ثانيه وياها. بسيبك 10 ايام بعدين سوي اللي انت تبيه بعد كده مفيش مشكله. دكتوره هالتقنيه ايش قد صار لها؟ يعني يمكن احنا هني ما سمعنا عنها وايد، يمكن هل جديده في البحرين ولا صار لها فتره طويله برا يمكن في دول خارجيه وبعدين وصلت؟ وايش قد راح تتطور تحسين في هذه الفتره؟ والله هي في البحرين اعتقد يمكن من 2014 بدات اجهزه الليزر تزيد في البحرين. الفتره الاخيره اخر سنتين ما شاء الله اجهزه الليزر كتير الناس تعرفوا يمكن على هالجهاز موجود وبيتعمل كتير وما فيهوش اي مشكله. يعني اعتقد ان الموضوع هتطور كمان اكتر من كده، اكثر من كده. ايه لان احنا بنستخدم الليزر دلوقتي في كل حاجه لها علاقه بالاسنان. صح. من اول تبييض السن ليزر تبييض الاسنان ليه ان احنا نقص اللثه ليه تغيير وضع الشفه ليه توريد اللثه كل شيء كل شيء حتى التصبغات بتاعه الوش بنعملها بالليزر. بالليزر كل صح. حاجه بالليزر قطع بتاع الجرح بالليزر. يعني حتى لو عايزين نعمل جراحه لثه او جراحه في العظم احيانا الدكتور بيقطع بالليزر بيقطع النسيج بالليزر. طبعا القطع بيكون دم مفيش تلوث مفيش في الظروف العاديه مفيش تلوث والالم اقل كتير والجرح بيبقى نظيف غير برضو الجرح التاني بتاع المشرط. وما شاء الله الطب دائما يتطور ودائما نشوف تقنيات تتغير الماشين كل مره تتطور مره يعني ماشين. الحين لو يمكن سؤال في بالي نزل ماشين للليزر مثلا انت تروحين تسوين عنه دوره قبل مثلا جديده طبعا وترجعين ولا شلون يكون البروسيجر؟ لو جهاز جديد بنتفق مع الشركه اللي منزله الجهاز بتيجي تدينا مثلا بريف كده عن الجهاز بيعمل ايه وايه مميزاته وبعدين بنسافر
او هم بيجوا، وغالبا بنسافر بناخد دورات تكميليه تدريبيه على الجهاز الجديد. حلو. وبندخل الجهاز يعني بيدخل البحرين وبنبدا نشتغل عليه. اخر جهاز البايوليز ده وايد زين ما شاء الله، يعني استفدنا صراحه. سالناك وايد اسئله دكتوره، لان اعرف هاي الاسئله المشاهدين ودهم يسالونها، فاحنا تعمقنا في الموضوع اكثر. كل شكر لك دكتوره اسماء عبد الحميد، مدرسة علاج عصب في جامعه الاسكندريه. فاصل سريع مشاهدينا ونرجع معك. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وفي آخر فقراتنا لهذا اليوم في نهاية الأسبوع دائما هذه الفقرة تكون جميلة بالنسبة لنا محمد، وأكيد أنتم تستمتعون معنا. معنا اليوم في الفقرة الفنية فنانين بحرينيين، راح نسمع يعني كالعادة معاهم أصوات بحرينية، ونكتشف كل أسبوع مواهب تستحق أن نلقي الضوء عليها. معنا اليوم الفنان صالح مهدي القطان، الفنان إبراهيم أحمد لاري. صباحكم الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا فيكم ونورتونا. صباحكم الله بالنور. صباح الخير صالح والعافية. أنا في البداية قبل أسألك أي شيء، صالح من الناس اللي من زمان يغنون إيمان، يعني من 96 وهو ما شاء الله، ولكن ما حصل فرصة أنه يطلع يمكن إعلاميا. احسه مظلوم اعلاميا. انا احنا دورنا اليوم ايه ان احنا نشجع فنان فنان واجتهد، وشفت له حتى يوم صار في يعني لقاء انه بنيبه وايد فنانين يتصلون فيني انه يعني اخيرا كذي، يعني اخيرا يبتو واخيرا دي، فيعني وايد مستانس انه هو موجود. احنا اللي مستانسين اكيد. شرف لي والله بوجودكم، شكرا ما قصرتوا، شكرا على الفرصه الجميله هاي وياكم اخوي حمد واختي ايمان، وان شاء الله تستمر ان شاء الله الدعم حق الفنانين جميعا يمثلون بلدنا البحرين طبعا. هي اكيد. صالح في البدايه كلمني عن مسيرتك، ناس ما تكلمت انا في البدايه، حتى ايمان في البدايه قالت ان من البدايه يعني من 96 انت بديت الفن، كلمني عن مسيرتك شلون كانت. والله اخوي حامد في البدايه طبعا كان لهوه في كان عندي لهوه في الشغف، يعني مثل ما تقول لحق الفن، وهاي الوالد بعد فنان في الاساس فخدمنا في الموضوع. طبعا لهوه استاذ الاساس عبد الهادي الماجد، هو الاستاذ اللي اصقل يعني موهبتي، يعني كنت اغني ويسمعني يقول لي مثلا هني غلط هني صح التونات الموسيقى. وبعدين طبعا درست يعني معهد، بعد درست يعني موسيقى برا، بعد برا البحرين يعني كان فتره، فهو من اساس طريقه يعني صقل الغناء وصقل الفن الموسيقى على اساس انك يعني تبتدي يعني في الصح يعني. والحمد لله كملت يعني بعد اللي هو الموهبه يعني مع الدراسه مع طبعا الدراسة. كملت يعني ما شاء الله عليك، وركزت انك تدرس وتتخصص في المجال الفني. طبعا لازم اختيمه، لان الفنان لما يكون دارس افضل، يعني يتعلم شلون قاعد يغني المقام الصح، يقول الصح من وين يقول صح، شنو الاكتاف، شنو الابعاد الموسيقيه الصوتيه تنفعه في اللهو بشكل عام في الغناء وفي بشكل عام في الموسيقى، افضل يكون مثقف موسيقيا احسن. اكيد يعني احمد اكيد في البدايه نقول لك يا هلا ويا مرحبا فيك، انت ما شاء الله عليك غني على التعريف، الكيبورد قدامك والاورج قدامك، كلمنا علاقتك بالأورج، شلون تعلمت يعني تعزف على الكيبورد، شلون العلاقه هذه ما بينك وبين هذه الاله؟ والله اختي اول ما تعلمت من وانا صغير في المدرسه كنت احب الاله ذي، لان اخوي يعزف فكنت احب الشغله ذي وانا صغير، وفي المدرسه كانوا يحطوني في الطابور حق سلام الملكي والبرامج اللي تصير الاعياد الوطنيه، وبس مشيت عليه الهوايه دي حبيت. ما شاء الله عليك ابراهيم، انا من ساعه بعد اقول لاحمد هو ابراهيم احمد. ابراهيم احمد. ابراهيم احمد. ابراهيم من الاشخاص اللي يعني دائما اشوفه ويا فنانين مختلفين، يعني ما يشتغل ويا فنان معين صح، يفتر هو صح. حلو، هاي يخليه يكتسب مهارات اكثر. صح. هذا نبي نسمع خلاص. أيوة نبي نسمع. يلا شيء. نبي نسمع شيء. تمرون. شو راح تغنوا لنا ان شاء الله؟ نبتدي طبعا بشيء بحريني يعني. يلا اكيد. اكيد. اوكي.
ويا الزينة ذكريني لغيبت البحور لغيبت البحور وبشوق ناديني يمكن الدنيا تدور يمكن الدنيا تدور وارد ويا الصيف ولا الشتا ليراد ولا مع الأشواق وقت الربيع والورد أرد ويا الصيف ولا الشتا ليراد ولا مع الأشواق وسط الربيع والورد وقت الربيع والورد حالفت يا زينة ما فارق البحرين ما فارق البحرين ما فارق البحرين في قلبي مزروعة محفوظة وسط العين محفوظة وسط العين محفوظة وسط العين مشتاق أشم العود أو له على الطيبين مشتاق أشم العود أو له على الطيبين والحنة لي خطو الحنة لي خطو خطو على الكفين وارد ويا الصيف ولا الشتا ليراد ولا مع الأشواق وقت الربيع والورد الله عليك على هالصوت يا سلام عليك ما شاء الله ابداع ابداع هذه توليفه جميله من الصوت هالعزف الجميل وهالغنى وهالصوت الحلو ما شاء الله ما شاء الله عليك يمكن صالح حاولت انت بكل الطرق عشان توصل وتوصل صوتك للناس ولكن انت يعني ممكن انه يعني عندك يمكن نقطه ان السوشيال ميديا يمكن مو انت اكتف وايد فيها شلون شعورك تحس لما تشوف او تسمع الناس ردت فعلهم وين تبي توصل؟ والله اخوي حمد في الوقت الحالي طبعا احنا عندنا مشكله طبعا اللي هو في شركات الانتاج والامور هذه طبعا بس بشكل عام اللي هو الوصول يعني طبعا حق اللي هو الهدف مثل ما تقول شلون يوصلك يعني اللي هو الهدف توصل شلون توصل لازم يكون في اعلام صح ماشي وياك يعني بالتدريج شلون تطلع شلون يرزقك اعطاء الفرص يعني بشكل عام على اساس نقدر نوفي اللي هو حق الفني يعني بشكل عام انا يعني كفنانين في البحرين والحمد لله يعني ان شاء الله ان شاء الله تشوف لك عمل قريب جدا وتبدع فيه كالعاده لو بنتقل لك اخوي ابراهيم اكثر يعني نعرف ان كل شخص عازف يكون له شيء محبب لقلبه قريب لقلبه مثلا تفضل الاغاني الايقاعيه اكثر ولا الاغاني اللي تكون بسيطه وكلاسيكيه وخفيفه والله افضل اغاني تركيه التركيه تحب الاشياء التركيه تركي وايد ايقاعات يمكن اللي فيها كاصوات كالعزفات وايد صعبه يعني غير عن الخليجي غير عن الامور كلها هذه بس التركي يوديك في احساس ثاني غير رغم انه يمكن الحين التركيز وايد على الفن العراقي يعني الفن العراقي ما شاء الله في اخر سنوات وايد يعني اشتهر عندنا في الخليج فشنو السبب يمكن بنظرك السبب العراقي يمكن الموسيقى والايقاع في شويه فيها شويه حركه فيها فرايحية فالناس كلها تبي فرايحي ما تبي شيء حزين ما تبي كلاسيك بس انت تحب الاشياء الاغاني بالالحان التركيه اكثر تعمقت في هذه الدراسه يعني حاولت تشوف مثلا فنانين تركيين تسمع لهم وكذي وايد اتابعهم في اليوتيوب وتعلمت من كذا شخص يعني ما شاء الله عليك والله احنا بعد ودنا نسمع شيء عاد صالح نبينك يعني نسالك ولكن نبي نسمعك صراحه ان شاء الله شنو بتغنون لنا هالمره؟ معك الله ورعاك الله
يا ذكرى ليالي اللي تمر بالباب تذكرني سعادة يوم أغمض وأبحر فكري تغير حالي المنهك طيوف الحب يا حمد نجم الحال تباعدني يا إيمان عن الدنيا وما فيها ولي عذري أنا العاشق عشاك دي الشمس والقمر غلا وآمال أنا المغرم وما زال الغرام يهب في صدري أنا الماضي وأنا الحاضر أنا مستقبل الأجيال أنا اللي في ديني لعبة الأحلام من بدري احساس الصراحة احساس جميل صفقون ترى دوخي والله الكنترول مستمتع اكثر منه ما شاء الله عليك بدعت هالاحساس الجميل وايد ان شاء الله وايد اثرونا في الاستوديو اليوم يمكن شنو اعمالك الجاي تشتغل على شيء معين يمكن صالح هذه الفتره وطبعا في عمل يعني راح يكون ويا الشكر خاص طبعا يكون للاستاذ يوسف لاري طبعا اخوي فنان الزميل اخوي فنان ابراهيم لاري طبعا شكر خاص لهم شكر خاص لاختي ايمان ولك اخوي حمد طبعا العمل القادم ان شاء الله راح يكون مفاجاه في عمل ويا الحاني وكلمات ريم الدوسري جميل الشاعر ريم الدوسري اختي اشكرها من خلال البرنامج هاي طبعا وان شاء الله راح يكون ينال ان شاء الله اعجاب الجمهور ان شاء الله عمل جديد يعني قوي ان شاء الله قوي احنا ننتظر ان شاء الله يكون ان شاء الله يكون مفاجأة توعدنا الناس الناس لازم احنا نعرف اول الحين سمعتهم تعلقهم لازم تسوي لهم اعمال لا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله اكيد احنا ننتظر هذه الاعمال الجميله واحنا متاكدين انه راح يكون عمل قوي بهذا الصوت وهذا الاحساس اللي سمعناه احنا اليوم ويانا في الاستديو ابراهيم ودي انا اتكلم معك اكثر يعني انت بس تعزف اله الاورج ولا عندك الات ثانيه تحاول انك تعزف عليها وتتعلم عليها والله بس الاورج بس الاورج شغله يعني بروحها هاي بحر اي هاي بحر كبير حتى لو بعزف الات ثانيه اوريدي كل شيء فيه كل شيء فيه صح كل الايقاعات كل الاصوات والايقاعات كلها في جهاز واحد يعني. حلو يمكن هاي اللي بقوله التطور شقد تطورت الميوزك لدرجه انه كل شيء حتى الايقاعات موجود يقدر يسويها مسهلين عليك علينا كل شيء فيكون سهل عليك انت كعازف الدخل اللي تبيه وتشوفه مناسب حلو يمكن شلون قضيت ابراهيم وقتك في الحجر بما ان احنا فنانين شقد اشوفهم يعني في وقت الفراغ كانوا يعني يشتغلون على ميوزك ويسوون موسيقى فشلون قضيت وقتك انت والله كله في البيت وبروح يعني من صغري كله ما ارقد الا وياه اي والله تعزف قبل لا ترقد بس حاطه عندي على السرير معزوفه كذي وانت راقد كله وياه متعلق في الاله وايد ابراهيم انت تعلمته من وانت صغير ولا تعلمته يعني وانت يعني خلينا نقول في الاعدادي في الثانوي والله في من الابتدائي من الابتدائي ويا المدرسه شوي 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 طورت نفسي بس اشوف متفاهمين بعد هو مع صالح هاي مو اول مره صح؟ لا مو اول مره انا مع الكل اتفاهم من اول بس اغنيه اغنيتين اعرف تعرف الفنان خلاص شنو مودي يعني متعاون يا فنانين كثار فسهل عليك ما شاء الله لسنين صار لي يعني عزف اخوي ابراهيم يعني فتره كبيره كان من صغرته طبعا مع اخو يوسف فنان غنى عن التغنين عن التعريف في نفس الوقت هو ما شاء الله عليه يعني يتعلم بسرعه يعني الفنان مو يعني اساس انه يقولوا اعلام وقدامه لا هو فعلا يعني تعب على روحه يعني فتره بسيطه ما شاء الله كل فنان يسحبه يوديه بالضبط انجز يعني سوى شيء غريب يعني مميز ما شاء الله عليه بالسمع من يسمع خلاص ما شاء الله كيف يفرق يمكن السرعه مع الفنان تكون معاه في نفس السرعه وتفهمه طبقات صوته شنو يفرق لما تكون ويا فنان غير وغير يعني لما يتغير عن عليك الفنان انا عادي عندي ما عندي فرق ما عندك فرق عادي تمشي على حسب خلاص على حسابي على حسب السمع
حلو. دائما تحب ان تكون انت مع فرقه كامله ولا تحب خلاص دام الايقاعات كلها موجوده تختصر الموضوع؟ افضل كامله احسن. كامله لايف احلى. لايف دائما احلى. والله واحنا بعدنا بنسمع شيء حلو لايف. ان شاء الله ان شاء الله. أنا عمري ما قلت للناس محتاج، هسه تنازلت أنا محتاج أشوفك، لا تقول الظروف معاندة وياك، ترى ظروفي أصعب من ظروفك. أنا من أشتاق أحط يد على قلبي، والله أطمن عليك أنت بمكانك، وإذا عني غبت معناها ما عيش، لأن قلبي يدق بس علشانك، وكل ما ردت أنساك والله من راس طلعك، اتعود الشيطان والقلب رجعك، كل ما اقول اليوم يا ايمان قررت اعوفك، انسى يا حمد واقول شلون يا وقت اشوفك، شقد هددت بس ما خفيت، من عندي تعرف بيا أزعل مثل زعل الطفل وتقشمر بحنية، أنت اللي أحب هواي والقلب رادة، شي مختصر معناه أنت السعادة، شقد هددت بس ما خفيت، من عندي تعرف بيا أزعل مثل زعل الطفل وتقشمر بحنية. الله الله الله، والله يعني خلاص. فعلا إحساس جميل خلاص. هاي الإحساس اللي احنا نبيه يوم الخميس، ما يحتاج نقول شيء، بس الناس سمعت وخلاص. ما شاء الله عليكم، يعني بدعتوا خلال هذه الفقرة الفنية، واحنا دائما نفتخر بالطاقات والفنانين البحرينيين اللي فعلا يعني نشوف هذه الموهبة وهذه الإبداع. نشكر تواجدكم وحضوركم اخوي صالح. ألف شكر اختي، نورتونا. عندك كلمة. ألف شكر اخوي حمد. طبعا الشكر الخاص لمخرجنا راشد الجميري، راشد الجميري استاذ راشد الجميري، شكر خاص لمخرجنا راشد الجميري استاذ راشد الجميري، وشكر خاص لاخوي حمد فردان أختي إيمان زينال وأخوي إبراهيم لاري طبعا، وعلى رأسهم طبعا أخونا الفنان محمد العوضي، وأخونا المايسترو طبعا ما ننساه طبعا، وهو جميع الفريق طبعا نساهموا. ألف شكر لكم على اللقاء الجميل هاي طبعا. أنت أكيد تستاهل وما قصرتوا، يعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله دوم يا رب تكونوا إن شاء الله على القوة إن شاء الله. مو أول مرة إن شاء الله، وتشرفنا بتكون تشرفنا دائما. الشرف لي والله يا أخوي حمد، الشرف لي، أتشرف والله فيك إن شاء الله. أشكر حضورك إبراهيم، ما شاء الله بعد ما قصرت، بدعت ويانا إبراهيم، بنلاقيه عقب يومين إن شاء الله. فنان ما يختفي. يعطيكم العافية. مشاهدينا بهذه الفقرة الفنية وبهذا الصوت الجميل نكون وصلنا معاكم لختام حلقة يوم الخميس. إن شاء الله نشوفكم يوم الأحد ونقول لكم هابي ويكند.